السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نبدأ مع بعض في Chapter 2. راح نتعمق أكثر في Assembly Language Programming. راح نتعلم مجموعة جديدة من الإنس اللي ممكن أستخدمها مع Assembly Language Programming. راح نشوف برامج كاملة متكاملة. يعني فيما مضى كنا نأخذ أمثلة نشوف مجموعة من اللاينز إيش بيكون عملهم، لكن اليوم رح نتعلم لو بدي أعمل برنامج كامل أسمبلي كود وأعمل له رن، أعمل له كيف الأوتبوت رح يطلع والتفاصيل هاي. فاليوم إن شاء الله بعد محاضرة اليوم رح نطلع بتصور وفهم كثير عميق للبرمجة بلغة التجميع أو الأسمبلي لانجويج. من المواضيع اللي راح نغطيها في هذا الشابتر Identify Pseudo Instructions أو إشي اسمه Directives. هلا لما أخذنا كلمة Instruction في الأسمبلي لانجويج ذكرنا إنها عبارة عن Opcode وOperands، مثلا Add AX, BX. Add هي Opcode، هي الInstruction نفسه، أو عفواً هي الأوب كود من الانستركشن، هي الأوبريشن. AX, BX هم عبارة عن أوبرانز. هذا الأد AX, BX اسمه انستركشن. بعض اللاينز في الأسمبلي لانجوج بروجرام بتكون مش انستركشن، سودو انستركشن، يعني مش انستركشن رح يتنفذ، إنما إشي اسمه دايركتيفز، ملاحظات وتوجيهات للمايكرو بروسيسر كيف يتصرف، للسي بي يو كيف يتعامل، يعطيه بعض التعليمات للسي بي يو، لكن هي مش جزء من صلب الكود اللي انا كاتبه. ليست جزء من، مثلا بدي اجمع 5 ارقام مع بعض، الكود بدي يجمع هاي الارقام مع بعض ويخزنهم بمكان معين او يطبعهم على الشاشه او وات ايفر. اي شيء متعلق بهاي العمليه هو انستراكشن. في اشياء ثانيه ممكن تحكي لي قديش احجز للستاك سيجمنت، وين ابدا بالاوفست ادرس، بعض الديتيلز هاي الكنترول سيجنلز والتفاصيل هاي بمررها للاسمبلر او للمايكرو كنترولر عن طريق الدايركتيفز. راح نتعرف اليوم مجموعه من الدايركتيفز. النقطه الثانيه اللي راح نتعلمها ايضا ايدنتيفاي ذا سيجمنت اوف ذا بروجرام. تعرفنا انه في عندي 4 segments لأي برنامج، وجنرالي نستخدم 3 منهم. قلنا في extra segment, data segment, code segment and stack segment، لكن راح نشوف بمعظم الأمثلة راح نستخدم 3 منهم اللي هم ال data segment وال stack segment وال code segment. راح نتعرف عليهم اليوم بشكل أفضل ونشوف كيف بحددهم وبعرفهم جوا أي assembly language program. ايضا راح نكتب مجموعه من الانستراكشنز اسمبلي سمبل اسمبلي انستراكشنز، لا بل حتى راح نكتب يعني كومبليت اسمبلي بروجرام ونشوف كيف بيمشي ستيب باي ستيب ونشوف كيف الاوتبوت شكلها راح يكون. راح نتعلم انه في عندي مجموعه من الخطوات بحاجه انفذها من تاريخ ما ابدا كتابه الكود لحتى اني احصل على الاكسكيوتابل فايل، لحتى احصل على كود او ملف اذا ضغطت عليه او يعني اذا فعلته يعمل رن بيعطيني الاوتبوت. غالبا يعني اول 4 نقاط هي اللي راح نغطيها بمحاضرتنا لليوم. وفي عندي كمان مواضيع لاحقة راح نكملها في محاضرة لاحقة من Chapter 2، ألا وهي الكنترول ترانسفير انستركشنز. راح نتعلم بشكل أعمق ونشوف الجمب انستركشنز والكول بروسيجر كيف بتصير وإيش التداعيات أو الأشياء اللي بتترتب على هاي الانستركشنز. راح نتعرف على بعض الداتا دايركتيفز، راح نتعرف على الباينري والهكساديسيمال والديسيمال والاسكي، راح نتعرف انه في عندي نوعين من السيجمنت ديفينيشنز
full segment definition و simplified segment definition. ورح نتعرف ونميز ما بين com file و exe file. غالبا رح نتعامل مع الملفات اللي امتدادها exe, الاكسكيوتابل فايل اللي امتدادها exe. في نوع ثاني من الاكسكيوتابل فايل الامتداد له بيكون com, com. رح نتعرف عليهم ان شاء الله في نهاية هذا الشابتر. اول سكشن في هذا الشابتر ببلش يحكي لنا عن الدايركتيفز, وببلش يعطيني هيك امثله بسيطه من برامج السمبل. في البدايه زي ما حكيت لكم قبل قليل لازم اميز بين instruction و directive. لما نحكي instruction اخذنا طبعا instructions سابقا مثل move مثل add, هاي اللاينز اسمها instructions. في عندي اشي ثاني اسمه pseudo instruction. طبعا pseudo معناها كاذب او وهمي, وهو مش instruction حقيقي راح يتنفذ, انما هو شيء بيشبه الانستركشنز اسمهم directives. راح نجيهم. ايش الهدف من استخدام الدايركتيفز؟ هم اللي بيبلغوا الاسمبلر كيف يحول الاسمبلي كود الى ماشين كود. هم اللي بيبلغوا الاسمبلر كيف يتعامل مع الاسمبلي كود مع الانستركشنز الموجوده, وكيف يطلع الماشين كود الاوبجكت كود الاوبجكت فايل من الاسمبلي فايل. طب ان جنرال اي انستركشن في لغه الاسمبلي بتكون من ايش؟ بتكون من عدة امور. لاحظوا في اشياء اوبشنال يعني اختيارية مش دائما بتكون موجودة, في اشياء لازم تكون موجودة. الشيء الوحيد اللي لازم يكون موجود زي ما احنا شايفين هون النمونيك, الانستركشن نفسه الاوب كود. النمونيك يعني الاوب كود مثل اد مثل موف مثل جامب وات ايفر. راح نمر على الانستركشنز الخاصة بال 886 كلهم ان شاء الله. ممكن بعض الانستركشنز تحتاج يجي بعدها 1 اوبيراند, وممكن بعضهم بيحتاج 2 اوبيراندز. ممكن احتاج احيانا اضيف ليبل قبل انستركشن معين واضيف بعده نقطتين. طبعا ممكن احتاج اضيف كومنت. لاحظوا في المحاضرات السابقه لما كنت اكتب انستركشن وبدي اشرح عنه بنفس السطر كنت عادة أضيف النقطتين, عفوا الفاصلة المنقوطة سيمي كولون, بعدين أكتب وراها شرح اللي بدي إياه. فهي هي الطريقة فعليا المتبعة ببرامج الأسمبلي. أنا لما بكون كاتب مجموعة من الانستركشن في الأسمبلي وبدي أضيف عليها بعض الشرح والتوضيحات يفضل أستخدم السيمي كولون وبعدها أضيف اللي بدي إياه. الكومنت هو something not executable, ما راح ينفذ الاسمبلر ولا حتى راح يفكر فيه, حتى الاسمبلر مش راح يحوله لاوبجكت فايل لماشين كود اصلا. طيب تتذكروا احنا مر علينا نستخدم ليبل في اخر محاضره يمكن او قبل الاخيره لما استخدمنا لوب وكنا نطلب جامب اف نوت زيرو تو سم بوينت. كيف كنا نفهم الاسمبلر على اي لاين يروح؟ عن طريق الليبل نيم. كنت استخدم الليبل نيم بعد الجمب مثلا ستيتمنت عشان افهم الاسمبلر الان وين يتوجه, وين يروح ينفذ, وين يروح بالتنفيذ. فهي واحده من حالات استخدام الليبلز. ايضا الليبل له حالتين, اما بيتبعه نقطتين كولون او بيجي بدونهم. اذا استخدمت الليبل مع instruction بيجي وراه نقطتين, بيكون الليبل نيم ونقطتين بعدين اي انستركشن بدي اياه. بينما اذا الليبل استخدمته مع الدايركتيفز ما بكتب النقطتين معه. هيك قوانين, هيك الرولز الخاصه في الاسمبلي لانجوج. اذا ليبل بدي استخدمه مع دايركتيف ما بضيف النقطتين بشيلهم, اذا بدي اضيف الليبل على انستركشن لازم اضيف بعده نقطتين. برضو في شروط للليبل انه ممنوع يزيد عدد الحروف المستخدمه في اسمه او في كتابته عن 31 حرف. وذكرت انه الليبلز اذا استخدمتها مع الدايركتيفز بتيجي بدون الكولون, ما بضيف عليها النقطتين.
وراح نشوف أمثلة بعد شوي. نرجع باك. طلعوا هون في كل كلمة اسمها نيمونيك اللي هي نفسها الأوب كود يعني اللي هي مثال عليها مثل كلمة move أو كلمة add هي نيمونيك instruction أو أوب كود ممكن نسميها. In general النيمونيك اللي هو نفسه الانستركشن بالاضافه للاوبيرانتس هم فعليا اللي بيعملوا كل الشغل اللي مطلوب من البروجرام. يعني لما انا بكتب كود كل شيء انا بدي اياه بكتبه على شكل انستركشنز على شكل نيمونيك بلس اوبيرانتس. امثله مثلا لو كان عندي هذا الانستركشن هو بياخذ الاوب كود اد بالاضافه للاوبيرانت اند ذاتس ات. وين النيمونيك في هاي الانستركشن؟ اد اي ال وبي ال بمثل اوبيرانت. كذلك الامر بالمثال الثاني عندي موف اي 6764 2 اي اكس موف هي بتمثل النيمونيك والاوبيرانت اي اكس 6764 عفوا التو فاليوز هاي هي الاوبيرانت. ذكرنا في عندي instructions في عندي pseudo instructions. الinstructions فهمنا من التوضيح الموجود هون ايش فكرتها. pseudo instructions اللي هي directives راح نشوف مع الامثله لاحقا انه من الامثله على الدايركتيفز db اختصارا ل define byte end هي عاده بستخدمها بنهايه البرنامج end P اختصاراً لـ End Procedure. بدنا نفهم شغلة هون ونستحضرها دائماً في Assembly Language Programming. إذا حكيت Procedure هي بتشبه كلمة Function بالHigh Level Language. كيف لما كنا نبرمج بالC++ أو بالPython نحكي في عندي Function في Assembly Language Programming نحكي عندي Procedure. وفي طرق لكتابة بروسيجر إشي يشير إلى بدايته وإشي يشير إلى نهايته وما إلى ذلك راح نجيها إن شاء الله. طيب نرجع نشوف بالله تعريف الدايركتيفز could be used instead of mnemonic and operands fields. معناها انا اذا بدي استخدم الدايركتيف بستخدمها مكان شغلتين بلغي وجود النمونيك والاوبرانز بضيف محلها دايركتيف. اذا انا ممكن مع الدايركتيف يكون في عندي ليبل بدون النقطتين طبعا وممكن يكون عندي سيمي كولون وراها كومنت مع اي دايركتيف بستخدم. الكومنت هو شيء يفضل اني اكتبه لتوضيح بعض الاجزاء ايش دلالتها هذا الانستركشن ايش دوره هذا ايش دوره هذا البلوك اوف انستركشنز ايش وظيفتهم ايش بيعمل وما الى ذلك. دائما الكومنتس بيبداوا بسيمي كولون وبدنا ننتبه لنقطه مهمه. السيمي كولون هي مش إشي أنا لازم أكتبه بنهاية كل instruction إنما إذا بدي أضيف comment بعد الانستركشن ببداية الكومنت لازم أضيف سيمي كولون. ممكن تكون موجودة بنهاية line معين بعد instruction مثل هاي الحالة عندي instruction معين بعده بدي أضيف comment أو ممكن الكومنت يأخذ سطر لحاله من بداية السطر أنا بضيف السيمي كولون وبضيف الملاحظات اللي أنا بدي إياها. الآن نبدأ بتعريف
أجزاء أي assembly code، أي assembly program له مجموعة من الأجزاء، وأول جزء فيها يبدأ مع directive.model. بعض الدايركتيفز راح نروح هنا تبدأ بدوت، راح نشوف ونتعرف إنه بعض الدايركتيفز بتبدأ بنقطة بعدين مكتوب كلمة. هم يمكن 3 or 4 directives راح نجيهم. بعض الدايركتيفز بيجي وراها كلمة معينة إلها دلالتها. فنبدأ بأول جزء من أي برنامج assembly بيبدأ بموديل definition. بدي أعطي المايكرو بروسيسور بعض المعلومات عن الكود اللي أنا بدي أكتبه. هاي المعلومات تحديداً عن الـ size of memory، قديش يحجز size للكود سيجمنت وللديتا سيجمنت. فدوت موديل دايركتيف ممكن يجي بعدها كلمة small أو كلمة medium أو كلمة compact أو كلمة large أو كلمة tiny، وكل واحدة من هاي الكلمات اللي بتتبع dot model directive إلها دلالتها. فلو كتبنا ببداية assembly code dot model small، إيش يعني؟ معناها احجز يا CPU في الميموري 64 كيلو بايت للكود، واحجز كمان 64 كيلو بايت للديتا سيجمنت. بينما إذا الكلمة اللي كانت بعد dot model directive هي medium، معناها أنا ممكن أحتاج أحجز للكود أكبر من 64 كيلو بايت، بينما الديتا سيجمنت ستيل بعده بيحجز له 64 كيلو بايت. طب لو بدي أعكس، لو بدي للديتا سيجمنت حجم أكبر بس الكود مش راح يتجاوز عن 64 كيلو بايت، أستخدم compact. طب لو بدي أزيد بالثنتين، الكود ممكن يتجاوز الـ 64 كيلو بايت والديتا سيجمنت أيضا ممكن يتجاوز الـ 64 كيلو بايت، هون بستخدم كلمة large بعد dot model. زميلكم بعت لي بسأل directive إيش المقصود فيها، مش واضحة لسه. directive إني بودي أمر للـ CPU للمايكرو بروسيسور بودي له معلومات كيف يتعامل معها. فمثلاً أول دايركتيف تعلمنا عليه هنا dot model، هذا الدايركتيف بحكي للمايكرو بروسيسور احجز لي في الميموري حجم كذا للديتا سيجمنت وحجم كذا للكود سيجمنت. الدايركتيفز الجايين برضو لما نمر عليهم راح نعرف دور كل واحدة فيهم. الدايركتيف هي شيء بيشبه الانستركشنز لكن هو مش انستركشنز، هو سميناه بالبداية سودو انستركشن، هو بيشبه الانستركشن لكن هو ما بيتنفذ ككود، يعني ما بيعمل مثلا addition و subtraction and whatever، هو بيعطي تعليمات وإرشادات للمايكرو بروسيسور كيف يتصرف مع بعض الأمور، وهو مش متعلق بشكل مباشر بمحتوى البرنامج اللي بدي أكتبه. يعني ممكن أحكي لك فيما بعد أكتب لي برنامج assembly يحسب لي معدل 5 أرقام مثلا. هلأ الدايركتيفز ما راح يدخلوا بعمليات حساب المعدل أو تخزين هاي الأرقام أو التعامل معها أو إني أعدل عليها أو إني أجمعها أو إني أقسمها على العدد أو أي شيء من الكود أو من التاسك المطلوب. الدايركتيفز هي بتحكي مثلا للميموري احجز لي مساحة كذا للديتا سيجمنت واحجز لي مساحة كذا للكود سيجمنت، هنا بدأ الديتا سيجمنت هون انتهى الديتا سيجمنت، هون بدي يبدأ الأوفست تبع أبصر إيش، زي هيك هي إرشادات وتوضيحات للمايكرو بروسيسور كيف يتعامل مع هذا الكود. وأول واحدة تعلمناها من الدايركتيفز هي دوت موديل، وهاي بتودي رسالة للمايكرو بروسيسور إنه كم يحجز ميموري للديتا سيجمنت وللكود سيجمنت. كيف بعلمه؟ عن طريق الكلمة اللي بكتبها بعد موديل. مسموح لي أكتب مجموعة من الكلمات small, medium, compact, large، وفي طبعا huge وفي tiny. طبعا tiny تستخدم مع الفايلز اللي نوعها تحديدا com com files، وبالعادة بهذا النوع من الموديل، هذا الموديل للميموري سايز بيحجز بس 64 كيلو بايت للسيجمنتس الاثنين، للكود سيجمنت والداتا سيجمنت مع بعض
بيكون محجوز لهم only 64 كيلو بايت. ومن الاسم tiny يعني صغير كثير، لما بيكون الكود صغير كثير نستخدم معاه tiny مع الموديل. إذا فهمنا دلالة الكلمات اللي بتيجي بعد dot model، وطبعا أكثر كلمة تستخدم هي small. راح تشوفوا بجوز في كل أمثلتنا أو معظمها إن بنستخدم dot model small، هذا بيكون دائما أول سطر في الكود، أول سطر في الأسمبلي بروجرام، أسمبلي لانجوج بروجرام، بتلاقيه dot model small. غالبا هيك راح تشوفوا معنا في هذا الكورس. برضو في أشياء حلوة نتعلمها من الآن. Assembly Language Program إلى سكيلتون عام، يعني بعض السطور هي ثابتة بكل برنامج Assembly، فخلص نفهمهم. ودائما بأي كود بدي أكتبه في مجموعة من السطور هاي ثابتة زي ما هي copy paste، بضيفها وبحطها وبس، ما بعدل عليها، ورح نشوفهم إن شاء الله. ذكرنا في بداية محاضرتنا لليوم إنه في عندي نوعين من الـ Segment Definitions، في عندي Full وفي عندي simplified. هون بيوضح لي ملاحظة إنه إذا استخدمت tiny model مع الموديل دايركتيف، هاي ما بقدر أستخدمها مع simplified segment definition، إنما تستخدم فقط مع full segment definition. ورح نيجي للفرق ما بين simplified وfull لاحقا إن شاء الله. نيجي الآن على الـ segments of program. ذكرنا إنهم initially هم أربعة، لكن غالباً إحنا راح نستخدم بهذا الكورس بمعظم أمثلتنا راح نستخدم الثلاث اللي هم code segment, data segment and stack segment. الـ extra segment وأحياناً بيحكوا لها extra data segment راح نجيها لاحقاً يمكن في chapter 5 أو 6. طيب نتعلم أول نوع واللي هو طبعاً Simplified Segment Definition. هذا النوع قلنا نوعين Simplified وFull. بدأنا مع مين؟ مع Simplified. Simplified عادة تستخدم 3 Directives مع 3 Segments اللي قلنا بدنا نستخدمهم. راح نشوف Directive.Stack .Data .Code. هلا لما نشوف دوت ستاك او دوت داتا او دوت كود في اسمبلي بروجرام الهم دلالات. دوت ستاك غالبا بيجي بعدها رقم، هذا الرقم بيحكي للميموري كم تحجز للستاك سيجمنت. مثلا بيكون وراها رقم 100 معناته احجز لي 100 بايت للستاك سيجمنت، وراها 60 احجز لي 60 بايت للستاك سيجمنت، وهكذا. دوت داتا بكتبها علشان يبين عندي بداية الداتا سيجمنت، لأنه بعدها بينكتب مجموعة من اللاينز ورح نيجي. بنهاية الداتا سيجمنت بيبدأ بكتب دوت كود، وهي إشارة إنه الكود سيجمنت بلش من هون. بالنسبة للفول سيجمنت ديفينيشن رح نيجي في سكشن 2.6 إن شاء الله بنفس هذا الشابتر. إذا زي ما حكينا أنا في عندي stack segment، بعرف إنه بلش لما بشوف هذا الدايركتيف.stack. في عندي data segment، إشارة لبدايته بتكون عن طريق الدوت data directive. في عندي أيضا الكود segment، بعرف بدايته إذا شفت دوت كود directive، وهي كلها بتمثل directives .stack .data .code. ولاحظوا لحد الآن أخذنا دوت موديل دوت ستاك دوت داتا دوت كود، أربعة. أظن البقية ما فيهم دوت، الدايركتيفز الباقيين ما فيهم دوت قبلهم، بس هذول مينلي اللي لهم دوت تبدأ قبل الكلمة. طيب لما نكتب مثلا دوت ستاك 64 إيش معناها؟ معناها إنه هذا أمر ينعطى للسي بي يو للمايكرو بروسيسور عشان يحكي للميموري احجز 64 بت. طبعا 64 طلعوا هي نفس الرقم اللي انا هون حطيته،
عفوا 64 بايت للستاك. يعني هذا البرنامج راح يستخدم ستاك، وتعلمنا سابقا كيف التعامل مع الستاك، كيف نعمل عليها بوش وبوب. بهمني يكون حجم هاي الستاك لا يقل عن 64 بايت. انا بالعاده بمثل هذا النوع من الكود بكون بفترض اني ممكن احتاج الى بوش انستراكشنز، لكن مش راح يكونوا كثار، فبحتاج الى ستاك صغيره اونلي 64 بايت بكفيني. فانا بحجز في الميموري 64 بايت للستاك عن طريق هذا الانستركشن، او ممكن نحكي له دايركتري. طيب ايش بالنسبه للديتا سيجمنت؟ الديتا سيجمنت كالتالي، راح نشوف بمعظم امثلتنا انه بيكون موجود عندي هاي الكلمه، هذا الدايركتيف دوت ديتا، وتحتيه مجموعه من السطور بيشبهوا هاي السطور. هلا دوت ديتا ايش معناها؟ معناها انه من هنا بدا عندي الديتا سيجمنت. إذن هي تشير لبداية الداتا سيجمنت في البرنامج الخاص بي. الداتا سيجمنت عادة أنا لإيش بستخدمه؟ بستخدمه عشان أعرف، يعني نحكيها بلغة الهاي ليفل لانجويج، بدي أعرف مجموعة من الفاريابلز بدي أتعامل معاهم أثناء هذا الكود. لكن هون الأسماء مختلفة شوي. عندي مجموعة من الداتا ايتمز اللي هي برضو يعني بنقدر نطلق عليها فاريابلز. Data items. كيف بعرف أي data item؟ عن طريق label و directive و content. إذا أول line موجود عندي هون num1 db52h، إيش معناه؟ معناه num1 هي label، لكن لاحظوا بما أنه db define byte دايركتيف ما في نقطتين بعد نم 1. قلنا الليبلز اذا استخدمناها قبل دايركتيفز، دي بي هاي هي عباره عن واحده من انواع الدايركتيفز، اذا استخدمنا ليبل قبل دايركتيف ما بنضيف نقطتين، بيظهر بدون نقطتين. اجين انا عندي هون ليبل اسمه نم 1، تقدر تشوفه كانه فاريبل نيم. بحكي للكمبيوتر عرف لي ديفاين بايت، احجز لي 1 بايت بهذا الفاريبل قيمته 52 هكساديسيمال. هذا معنى هذا الانستركشن، معناه اللوكيت 1 بايت، احجز لي 1 بايت لمين؟ لفاريبل اسمه num1 بدي اخزن فيه القيمه 52 هكساديسيمال. هذا معنى اللاين الاول. طيب اللاين الثاني num2 define byte 29 هكسا، ايش معناها؟ معناها احجز لي 1 بايت في الميموري وسميه num2 وخزن فيه value 29 hexadecimal. طيب اللاين اللي بعده sum define byte question mark، معناها احجز لي مكان في الميموري حجم 1 بايت، وخلي الفاريبل او الليبل sum يأشر عليه، لكن لا تحط فيه اي قيم. احجز لي اياه لسه ما اعطيته قيمته، احجز لي اياه بس انا لسه ما اعطيته القيمه، بعدين بعود اعطيه القيمه. واضح انه لو كان هذا الجزء موجود في كود num1 num2 sum، معناته بدي اجمع الرقمين هذول واخزنهم في الصم. معناها غالبا الصم فيريبل الليبل هذا راح ياشر على ميموري لوكيشن راح يتخزن فيها بعدين لما اعمل رن لهذا الكود مجموع الرقمين هذول. طبعا مش يعني انا لاني بعرف الكود الماخوذ منه هذا الجزء بحكي هاي المعلومات، لكن هذا الكلام لا يدل على اي شيء. مين اللي بيحكي لي ايش الانستركشنز؟ الكود سيجمنت اللي راح نيجي. اذا في عندي ديفاين بايت دايركتيف، ايش الهدف منه؟ يحجز لي 1 بايت في الميموري لمين؟ للاتس بريسيدد داتا ايتم، للكلمه اللي موجوده قبله. فمثلا لو جينا على define byte هاي، ايش الكلمه اللي قبليها؟ sum، وهو بيحجز 1 بايت لsum. مثال على الليبل sum يحجز له 1 بايت، هذا معنى define byte. ممكن نستخدم directive ثاني مع تعريف المتغيرات،
نعم، لو بدي احجز 2 بايت لفاريبل معين، بدي اعرف وورد، وورد يعني 2 بايت، بستخدم دي دبليو. دي دبليو يعني ديفاين وورد. هون هو بيحجز في الميموري 2 بايت، وبيخلي الليبل اللي موجود قبل هذا الدايركتيف يأشر على هذا الميموري لوكيشن. In general أي data item أنا بعرفه جوا الداتا سيجمنت بعرفه علشان راح أستخدمه جوا الكود سيجمنت. يعني لاحقا جوا الكود سيجمنت راح يكون في عندي مجموعة من الانستركشنز تستخدم هاي الداتا ايتمز اللي عرفتها في الداتا سيجمنت. إذا تعلمنا لحد الآن دوت موديل سمول، دوت ستاك وبعدها رقم، دوت داتا وبنعرف مجموعة من الفاريبلز جواتها أو بعدها. ايش كمان عندي ضل؟ الجزء الاخير الكود سيجمنت، الجزء التنفيذي من البرنامج. الكود سيجمنت دائما يبدا ب دوت كود دايركتيف، وهذا دائما بيأشر لي على بدايه الكود سيجمنت. دائما وين ما نشوف هذا الدايركتيف معناها هنا بدا الكود سيجمنت. بالكود سيجمنت في عده امور لازم اراعيها. اولا في عندي بروسيجر اللي هو فانكشن في لغه الهاي ليفل لانجويج. اول بروسيجر موجود في الكود سيجمنت له معايير خاصه وصفات خاصه لازم اراعيها. واذا بدي اعرف مور ذان وان بروسيجر برضو لهم معايير خاصه لكن اقل خصوصيه من اول بروسيجر، لانه اول بروسيجر موجود في الكود سيجمنت هو اللي راح يبدا الاكسكيوشن من عنده. طيب لاحظوا في عندي هون ايضا دايركتيف بروك، بي ار او سي، وهي الكلمه اختصارا لبروسيجر. تعلمنا في البدايه انه دوت موديل دايركتيف بيجي بعدها اما سمول او ميديوم او لارج او وات ايفر. كذلك الامر بالنسبه لمين؟ لبروك الاختصار لبروسيجر، بيجي وراها كلمه والها دلاله. هلا الكلمه اللي بعد موديل قلنا بتبين لي قديش الداتا سيجمنت والكود سيجمنت ينحجز لهم ميموري ادريسيز او اريا في الرام في المين ميموري. هون الكلمة اللي بعد كلمة بروك بتعطيني دلالة انه الكود طويل او قصير، الكود سيجمنت قديش راح يكون طوله. غالبا بمعظم امثلتنا راح تضل تشوف كلمة فار. ممكن ايضا استخدم محلها نير. وراح نيجي للفرق بينهم، وفي نوع ثالث غاب عن بالي الان، ما راح نجيهم ان شاء الله لاحقا. لاحظوا قبل الدايركتيف بروك اتفقنا انه هذا دايركتيف، قبله في عندي ليبل اللي هو بروسيجر نيم. في عندي ليبل هو بروسيجر نيم، اعتدنا ان نكتب كلمه مين. هلا مثلا في السي بلس بلس لما بتكتب فانكشن اول فانكشن هو المين فانكشن، فقياسا عليها اول بروسيجر بنكتبه في الكود سيجمنت في الاسمبلي لانجوج بروجرامينج بيكون اسمه مين بروسيجر اللي راح يبدا التنفيذ منه، وجواته ممكن اعمل كول تو انذر بروسيجر موجود براته. اذا اول بروسيجر، اول خاصيه مختصه باول بروسيجر انه بعد كلمه بروك لازم اكتب فار او نير. بعد كلمه بروك لازم اكتب فار او نير بالكود سيجمنت. قبل كلمه بروك بيكون في عندي ليبل اللي هي بروسيجر نيم، ودائما كلمه بروك تشير الى بدايه البروسيجر. كيف بدي احكي للاسمبلر انه هذا البروسيجر خلص؟ بكتب اند بي، اند بي معناها اند بروسيجر، وتطلعوا الليبل الموجود هون هو نفسه اللي بيكون موجود قبل هاي الكلمه، للدلاله انه المين بروسيجر هون بلش والمين بروسيجر هون خلص. أنا بحكي عن أي بروسيجر اللي بلش واللي خلص، المين بروسيجر. فالليبل مين الموجود قبل بروك
هو نفس الكلمة نفس السبيلنج لازم يكون موجود قبل كلمة end be لما بدي أعلن عن نهاية البروسيجر. end be إيش معناها؟ إنه هون انتهى، عفوا main end be معناها انتهى المين بروسيجر. هاي النقطة بتمثل نهاية المين بروسيجر. طيب لما نحكي بروسيجر إيش يعني؟ هو مجموعة من الانستركشنز الموجودين مع بعض يتنفذوا، بيأدوا لي هدف معين، بينفذوا لي مهمة معينة. طيب الآن في فرق مهم ضروري دائما ننتبه له ما بين الـ Data Segment Register والـ Code Segment والـ Stack Segment Registers. هلا مجرد ما عملنا Assembling، مجرد ما عملنا Run لهذا الكود، مجرد ما كتبنا الكود سيجمنت والديتا سيجمنت عفوا والستاك سيجمنت ريجسترز بياخذوا قيمهم لحالهم. يعني المايكرو بروسيسور بيروح على الاس اس بيعطيها قيمتها، بيروح على السي اس بيعطيها قيمتها، بس ما بيعمل هاي الخطوه مع مين؟ مع الدي اس. لذلك انا كيوزر لما بدي اكتب اي اسمبلي لانجوج بروجرام لازم احكي للديتا سيجمنت انه يتخزن في الديتا سيجمنت ريجستر. Data Segment يعني الأريا المحجوز فيها الفاريبلز اللي بدي أعرفهم لهذا البرنامج. الـ Data Segment Register هو ريجستر مكون من 16 بت بخزن فيه الأدرس اللي بيأشر لي على بداية الأريا المحجوزة في الرام اللي بتمثل الـ Data Segment. الـ Data Segment Register بيكون فيه Memory Address بتخزن الـ Data Segment Address الموجودة في الرام، يعني بتخزن لي الادرس لاول وجود او لبدايه الاريا لبدايه الرينج المحجوز للديتا سيجمنت. اول فكره الكود سيجمنت والستاك سيجمنت بياخذوا قيمهم لحالهم. الكود سيجمنت ريجستر والستاك سيجمنت ريجستر بتخزن فيهم الستاك سيجمنت لوكيشن الموجوده في الميموري، والكود سيجمنت لوكيشن الموجوده في الميموري بتخزنوا بهذول الريجسترز. بينما الديتا سيجمنت ريجستر مش بشكل ضمني لحاله بيتخزن فيه بداية الديتا سيجمنت الموجودة في الرام، إنما أنا بشكل صريح عن طريق instructions لازم أحكي له خزن عندك بداية الديتا سيجمنت. وفي نقطة خاصة بالسيجمنت ريجسترز in general تعلمناها سابقا، إني ما بقدر أنسخ عليها معلومات أو داتا directly immediately، أكتب رقم وأقول خزنه في الداتا سيجمنت أو في الكود سيجمنت أو في الستاك سيجمنت. بحاجة أي قيمة بدي أخزنها في الداتا سيجمنت بالبداية أخزنها بجنرال بيربس ريجستر مثل AX، بعدين أحكي للAX أعطي قيمتك للداتا سيجمنت ريجستر. معناها أنا علشان أحجز بداية اللوكيشن الخاص في الديتا سيجمنت، طبعا هاي الإشارة معناها أعطيني بداية الديتا سيجمنت، هذا الأمر معناه أعطيني بداية الديتا سيجمنت، أعطيني الأدرس اللي بيمثل أول لوكيشن للديتا سيجمنت، أعطيني إياه خزنه في الـ AX. بعد ما خزنته في الـ AX بقدر الآن أخزنه على الـ DS. إيش يتضمن هذا الكلام؟ يتضمن أني لو كتبت instruction بهذا الشكل move ds, at data مباشرة هذا راح يعطيني error. الـ data segment ما بيقبل أخزن عليه مباشرة الـ address الخاصة بالـ data segment، لازم بداية أخزنها في الـ AX مثلا ثم اخذ القيمه من الاي اكس على الدي اس، وهي مرينا عليها سابقا. لاحظ هون انا ضايف لك كومنت اد مور انستراكشنز هير. اذا انا بضيف لك الاشياء اللي لازم تنضاف هون، هي دائما لازم تكون موجوده في بدايه الكود سيجمنت. خليني بس ارجع امر عليهم مرور الكرام سريعا. كود سيجمنت بيبدا بدوت كود، بعرف بروسيجر سميته هون مين main procedure، وأضفت كلمة far، بقدر أضيف محل far near إذا كان الكود اللي عندي صغير. بضيف مجموعة من الانستركشنز، بس أول two instructions لازم يكونوا
move ax at data move ds, ax. بعدين بضيف الانستركشنز اللي بدي اياها، مثلا بدي اجمع رقمين، عمليه جمع الرقمين بضيفهم بهاي المكان. خلصت كل الانستركشنز اللي بدي اضيفها على الكود سيجمنت، بنهايه البروسيجر بضيف نفس الليبل اللي استخدمته مع البدايه. مثلا هون لو كتبت مثلا begin، بكتب هون begin، لو كتبت هون whatever اي كلمه بضيفها نفسها هون. اذا كان سؤالك يا محمد، زميلكم بيسال دائما بنضيف هاي الانستركشنز، اذا كان سؤالك عن التو انستركشنز هذول، نعم هم دائما موجودين الا اذا ما كان عندك داتا سيجمنت. كيف ممكن ما يكون عندي داتا سيجمنت؟ ما في عندي variables معرفهم أنا. هاي الحالة مش محتاج أحكي للdata segment خذ ال variable، خذ اعرف شو بداية الdata segment. لكن غالبا إحنا عندنا data segment، معناتها دائما رح يكون عندي two lines الموجودين هذول. المين نعم هو اسم إحنا اخترناه، تقدر تحط محله أي اسم بدك إياه، يتفق مع شروط تسمية أي label. تتذكر احنا هون قلنا ايش شروط تسمية الليبلز؟ هون حكينا عن الليبل وانه يستخدم قبل الانستركشنز وقبل الدايركتيفز، وقبل الدايركتيفز ما بكتب معاه النقطتين، وممنوع يزيد عدد حروفه عن 31 حرف. هاي الشروط التزم فيها واكتب اللي بدك اياه محل كلمة مين. لكن جرى العرف انه اول كلمة، اول بروسيجر جوا الكود سيجمنت يكون اسمه مين، قياسا على الهاي ليفل لانجوج السي بلس بلس. عندنا المين فانكشن اول شيء ببلش التنفيذ فيه الاكسكيوشن، بعدين هو ممكن يعمل كول لاي فانكشن ثاني. نفس الفكره ترى موجوده هون، اول بروسيجر ببلش التنفيذ فيه المين بروسيجر. ممكن اسمي شيء غير المين؟ نعم ممكن اسمي شيء غير المين، وممكن اعمل كول جوا هذا البروسيجر لاي بروسيجر برا ثاني عرفته. طيب بعد ما تعرفنا على كل اجزاء البرنامج، خلينا نشوف الشكل العام لاي برنامج كيف لازم يكون. اي اسمبلي كود بدي اكتبه كيف لازم يكون؟ اولا لازم يبدا بدوت موديل سمول او اي كلمه ثانيه من الكلمات اللي قلنا ممكن نستخدمها بعد كلمه موديل. بعد هيك بستخدم دوت ستاك دايركتيف، وبضيف الحجم اللي انا بدي احجزه للستاك. بعد هيك بضيف الدوت داتا دايركتيف، وبهاي المنطقة بعرف الداتا ايتمز اللي بدي اياهم باستخدام ديفاين بايت ديفاين وورد وات ايفر. خلصت تعريف كل الفاريبلز اللي بدي اياها في الداتا سيجمنت. الان جوا الدوت كود دايركتيف بعرف المين بروسيجر، هاي بدايته وهاي نهايته. اذا جوا الكود سيجمنت انا بعرف المين بروسيجر هاي بدايته وهاي نهايته. ونهايه البرنامج ككل، لاحظوا معناته انه هون ممكن ينضاف اشياء، يمكن ينضاف مور بروسيجرز. بعد ما انهينا المين بروسيجر ممكن اضيف كمان بروسيجرز بهاي الاريا بهاي المنطقه، وبس اخلص كل البروسيجرز اللي بدي اضيفهم بالنهايه بحكي اند، والليبل اللي بضيفه هون هو نفس الليبل اللي انا ضفته هون. وهي نقطة مهمة، دائما end وبضيف هون ليبل بنهاية الكود، هذا بكون آخر سطر في البرنامج. الليبل اللي بدي أكتبه هون هو نفس الليبل اللي استخدمته بأول بروسيجر بداية الكود سيجمنت. نفس الاسم اللي بدي يكون موجود عندي هون لازم أكتبه هون. ايش كمان من الاشياء المهمة عندي؟ من الاشياء المهمة ايضا السطرين هذول ذكرنا علشان اعطي الداتا سيجمنت ريجستر الادرس الخاص في الداتا سيجمنت.
لانه المايكروبروسيسور لحاله ما بيعمل هاي العمليه، انا لازم اعملها. في عندي هون كمان سطرين صاروا جداد علي هذول. ايش دورهم هذول السطرين؟ طلع هون حط كومنت توضح ايش الهدف منهم. set up to return to DOS. DOS هو الاوبريتنج سيستم. انت بدك تعمل run جوا الكمبيوتر. اثناء بس تبلش تعمل run الاوبريتنج سيستم بيسلم جزئيا بيسلم القياده لهذا البرنامج انه انت اشتغل شغلك، شو عندك شغل انجزه. خلص شغله كاملا، الان بيعطي اشاره للدوس انه ارجع استلم انت. خلصت. طيب كيف اي برنامج بده يعطي اشاره للاوبريتنج سيستم انه انا خلصت ارجع انت استلم؟ عن طريق التو لاينز الموجودين عندي هون. لاحظوا الانستركشن الاول move ah4c بنخزن الرقم 4c جوا ال ah بايت، ثم بعد ذلك ايش بنعمل؟ بعد ما خزننا الفاليو 4c في ال ah register نستخدم هذا الانستركشن، وهذا انستركشن خاص راح نجي بعدين. int هي اختصارا لكلمة interrupt. interrupt يعني اقطع العمل الآن ونفذ مهمة نفذ عمل مهم أنا بعطيك إياه عشان تنفذه، في مهمة معينة عشان تنفذها. إذا INT معناها interrupt، والرقم اللي بعدها 21H معناها بده ينفذ interrupt من نوع معين، وهذا النوع بيعتمد أيضا على القيمة الموجودة في الـ AH. يعني لما أحكي interrupt بحكي آه راح نوقف الآن الشغل ونروح مكان ثاني، وين نروح؟ آه interrupt 21 عرف وين بده يروح، هناك في عنده جدول عنده مجموعة من الخيارات بده يعملها. الـ 4C بتحدده انه الاوبشن الان اللي احنا بدنا ننفذه انه بدنا نطلع من البرنامج، خلص تنفيذ البرنامج بدنا نرجع على الدوس. راح نجيهم بتفصيل كثير جدا التو لاينز هذول لاحقا، فما تحكلهم اذا ما فهمتهم الان. وبالنهايه لو عندي مور بروسيجرز بقدر اعرفهم بهاي المنطقه، وبنهايه الكود اخر سطر في الكود اند مين. And that's it. طيب نشوف مثال كامل متكامل. لاحظوا هون احنا شرحنا السكيلتون العام الجنرال سكيلتون لاي اسمبلي بروجرام كيف لازم يكون. لازم يحتوي على الدوت موديل دايركتيف، الدوت ستاك دايركتيف، الدوت داتا دايركتيف وكونتنت، والدوت كود دايركتيف وكونتنت. برضو ركزنا انه في عندي هون بدايه البروسيجر ونهايه البروسيجر. ذكرنا انه في عندي هون الجزء الخاص باعطاء الداتا سيجمنت ريجستر قيمته، وفي عندي هون جزء خاص بالرجوع بيعطي تعليمات للمايكروبروسيسر انه ارجع الاداره لمين الان؟ الاوبريتنج سيستم. لاحظوا ايش الاختلافات. لو بدك تكتب اي كود بتضيف الفاريبلز اللي بدك اياها بهذا المكان، وبتضيف الانستركشنز اللي بدك اياها بهذا المكان. And that's it. باقي الاشياء كوبي بيست، هذول المكانين هم اللي انت بتعدل وبتغير فيهم، وممكن تضيف مور بروسيجرز بهذا المكان بعد نهايه المين بروسيجر وقبل كلمه اند مين او الانستركشن اند مين. طبعا اند هي دايركتيف، اند بي هي دايركتيف، بروك دايركتيف، تعلمنا ديفاين بايت، ديفاين وورد، دايركتيفز. نشوف هذا المثال. هذا مثال كامل. هذا برنامج لو جبت تازم او ايميوليتر 8086 وعملت عليه رن بنفذه كامل وبيعمل رن بدون مشاكل. هذا البرنامج ايش الهدف منه؟ ايش بيعمل؟ خلينا نمشي فيه لاين باي لاين. هون حكى لي احجز لي موديل يكون سمول، سمول ايش حكينا؟ 64 كيلو بايت للديتا سيجمنت و64 كيلو بايت للكود سيجمنت.
الستاك سيجمنت بدنا نحجز له 64 بايت. لاحظ الرقم الموجود هون بايت بالبايت يعني. الداتا سيجمنت فيه 3 فاريبلز. اول واحد num1 وبدي اخزن فيه هاي القيمه، ثاني واحد num2 وبدي اخزن فيه هاي القيمه، ثالث واحد sum بدي احجزه في الذاكره بس بديش اعطيه اي قيمه الان، بعدين راح تيجي قيمته. خلصنا الداتا سيجمنت. بعدها عندي الكود سيجمنت، بدي ابدا ببروسيجر ونهايه البروسيجر. عندي هون سطرين ثابتات وعندي هون كمان تو لاينز ثابتين. وين الكود معناته اللي انا بدي اضيفه؟ اي الموجود بهذا الجزء. هذا هو الكود فعليا اللي انا بدي اضيفه. هذا الكود واضح ايش بيعمل؟ روح لي على الليبل num1 على الميموري لوكيشن اللي بيمثله، جيب لي الكونتنت الموجوده اللي هي 52 وخزنها في الاي ال ريجستر. هذا اول لاين. ثاني لاين موف num2 تو بي ال، روح على num2 في الميموري فيها مخزن 29 هكسا ديسمال، جيبهم وخزنهم في البي ال. الانستركشن اللي بعده اد اي ال كوما بي ال. اي ال كم فيها؟ 52. بي ال كم فيها؟ 29. جيب القيمه الموجوده في البي ال 29 اجمعها مع القيمه الموجوده في الاي ال 52 والنتيجه خزنها في الاي ال. دائما النتيجه مع الاد اوبريشن بتتخزن بالريجستر الموجود بهذا المكان الديستنيشن. النتيجه بتتخزن بهذا الريجستر مع الاد اوبريشن. طيب حسبنا مجموع الرقمين هذول وجاهزين، وين النتيجه مخزنه مبدئيا؟ في الاي ال. باجي بحكي الان اعطيني الاي ال، خذ القيمه اللي مخزنه فيه وانسخها على السم فاريبل. راح يروح على الميموري لوكيشن المحجوز له هذا الموقع ويخزن فيه مجموع القيمتين. اكزاكتلي يا محمد. محمد بعث لي على الشات بوكس التالي، بحكي لي يعني كانه كتبنا sum equals num1 plus num2. اكزاكتلي في السي بلس بلس لما تكتب هذا اللاين معناه كل الحكي اللي قدامك. تقريبا يعني بدناش نقول اكزاكتلي 100% بس تقريبا هذا الاسمبلي كود هو يمثل هذا الانستركشن في مثلا السي بلس بلس او في البايثون. طيب الان سيكشن 2.2 بدي احكي مختصر عنه، اذا صار في فرصه نعمل تطبيق عملي راح تفهم كل مبادئه وتفاصيله بشكل ممتاز لاحقا. هو فكرته بسيطه، اي اسمبلي بروجرام كتبناه عشان يصير اكسكيوتابل قابل للتنفيذ لازم يمر بمجموعه من الخطوات. يعني طلعوا هذا الكود احنا كتبناه، قلنا هذا الكود بيجمع الرقمين الموجودين في num1 وفي num2 بيخزن النتيجه في سم. طب هل هذا جاهز ان نعمل له رن وينفذ؟ لا، في قبل هيك اول ستيب اديتنج اني اكتبه جوا اي اديتر مثل نوت باد مثلا. نوت باد اللي هو الاديتر اللي بنستخدمه مع التي اكس تي فايل التكست فايل. نوت باد نقدر نستخدمه ونكتب هذا الكود. كتبنا هذا الكود الان ايش في عندي كمان ستيبس؟ نيجي على هاي الستبس. اول ستيب اني اكتب هذا الكود عن طريق الكيبورد مثلا، بكتب هذا الكود وبخزنه بملف الامتداد له دوت اي اس ام. اذا لما اكتب الكود اللي ورجينا اياه قبل شوي جوا تكست فايل بعمل سيف از وبضيف الاكستنشن بعدله بدل تي اكس تي بخليه اي اس ام. هيك انا بكون كتبت البرنامج جوا assembly file. هذا هو الassembly language program. طيب لما يوصل ويصير executable واقدر اعمل له run في عندي two steps. اول step بدي اعمل assemble، هلا بنشوف ايش عمل هذا الكوماند. بدي اعمل linking link، بدي اشوف ايش عمل هذا الكوماند. مبدئيا بدنا نشوف الانبوت والاوتبوت لكل كوماند من التو كوماندز هذول assemble ولينك. هلا انيشيالي انا باستخدام الاديتر كتبت فايل وخليت الامتداد له دوت اي اس ام.
بعدها بدي اعمل assembling، بيكون بهاي اللحظه الامتداد ايش؟ ASM. بعد ما يخلص هذا الكوماند شغله راح يعطيني نيو فايل الامتداد فيه OBJ، والاسمبل بروجرام هو عباره عن برنامج طبعا بيؤدي عمليه معينه. ايش عمله؟ بيحول الاسمبلي لانجويج بروجرام الى ماشين لانجويج بروجرام او ماشين فايل او ماشين كود او اوبجكت كود، بالاضافه الى انه بيعمل تشيك على الايرورز، يعني في سينتاكس معين لازم تلتزم فيه بالاسمبلي لانجويج بروجرامينج. اذا انت مش ملتزم فيه، الاسمبلر اللي هو البرنامج اللي بيحول من اسمبلي لماشين كود راح يحكي انه في عندك خطا، ما راح يحول اذا كان في سينتاكس ايرور. طبعا ممكن يكون في عندي انواع ثانيه من الايرورز، وهي الانواع الثانيه من الايرورز ما بيكتشفها الاسمبلر صراحه، وراح يعطيك انه ما في عندي ايرور وامورك تمام. هاي انت كلوجيكال ايرور بدك تراعيها، ممكن نسميها لوجيكال ايرور او كونسبتشوال ايرورز. هاي الايرورز انت بدك تتابعها بنفسك وتتاكد انه مش واقع فيها او مش موجوده في الكود اللي انت كتبته. اذا الاسمبلر بياخذ الفايل .asm بيعمل تشيك للايرورز، اذا ما في ايرورز بيحوله لاوبجكت فايل وبجهز لك اياه از ماشين كود. طب خلص الان نقدر نعمل له رن؟ الجواب لا، لسه في كمان ستيب لازم اعملها عشان اقدر اعمل رن لهذا البرنامج. لازم اعمل لينكينج. ممكن يكون عندي اوبجكت فايل او اوبجكت فايلز، بعمل لينكينج عشان يجهز لي اياه كل الكود والاجزاء المرتبطه فيه والمتفرعه عنه بملف واحد، هو اكسكيوتابل فايل في مكان واحد، بعمل له رن بيعمل رن. اذا نتيجة الإيديتنج بيكون عندي فايل .asm، نتيجة الأسمبلينج باستخدام الأسمبلر بيحوله إلى .obj. لما أستخدم على الـ obj اللينكر بروجرام راح يحول لي إياه إلى اكسكيوتابل فايل. إذا الإيديتر مثل النوت باد بكتب فيه الكود، بعدين الأسمبلر، ومن الأشهر الأمثلة على الأسمبلرز تازم، بيعمل تشيك على الإيرورز وبيحوله لإيش؟ لأوبجكت فايل، لماشين لانجويج فايل، بيكون الامتداد .obj. وبعيد هون تصحيح السنتاكس إيرور لا يضمن إنه الكود يشتغل تمام 100% مثل ما بدي، لأنه ممكن يكون في عندي لوجيكال إيرور، conceptual errors. بالنهاية إذا خلصت عملية الأسمبلينج بشكل صحيح وأعطاني الأوبجكت فايل، بستخدم لينكر، ومن الأشهر الأمثلة عليه تي لينك، عشان أحوله من أوبجكت فايل إلى إكسكيوتابل فايل ويصير جاهز إني أعمل له رن إكسكيوشن. خلينا نشوف كمان أمثلة لبرامج ثانية. هذا برنامج ثاني، لاحظوا نفس السكيلتون، بيبدأ بدوت موديل سمول ستاك 64 دوت داتا، بيعرف لي مجموعة من الفاريبلز في الداتا، بعدين دوت كود مين بروسيجر، السطرين الموجودين في البداية والسطرين الموجودين في النهاية، ومين اند بروسيجر وإند مين. هاي أشياء ثابتة. وين الشغل صار؟ في مكانين، طبيعة الداتا اللي تخزنت في الداتا سيجمنت، بالإضافة إلى مجموعة الانستركشنز اللي راح تتنفذ هون اللي هي التاسك. هذا الكود إيش بيعمل؟ نحاول نفهم هذول الجزئين. لاحظوا هون بالرغم من أنه الدايركتيف المستخدم define byte، إلا إنه هون معرف لي بهذا الفاريبل نفسه 1
2 3 4 5 بايتس. وكاتب لي ديفاين بايت المفروض يحجز 1 بايت بس ما عارفينه كم 5 بايتس. ايش معنى هالكلام؟ هاي واحده من خصائص الدايركتيف ديفاين بايتس، اني بقدر اعرف اونلي 1 بايت او بقدر اعرف العدد اللي بدي اياه من البايتس بحيث يكون مفصول بينهم بفاصله. لو طلعنا هون بنشوف بين كل بايت وبايت في عندي فاصله، فهذا جائز اني اعرف ليبل variable name مع define bytes directive واضيف عدد من من البايتس قد ما بدي. طبعا بصير 10 بصير 15 عادي، وراح نشوف انه نفس الطريقه هاي بستخدمها عشان اعرف string برضه. هون عرفت ايضا another variable اسمه sum وخليته فاضي، اعطيته question mark يعني عشان يحجز لي اياه في الميموري بس ما بدي اعطيه قيم الان. قد يكون بين عندكم لحد الان ايش هذا الكود بيعمل، يبدو انه راح يجمع هاي الارقام مع بعض ويخزنهم بالصم. للعلم مر علينا سابقا شيء مشابه من هذا النوع وقلنا راح نستخدم الزيرو فلاج ونعمل عليه تشيك ونعمل جمب وراح يكون في عندي ليبل ونعمل لوب، راح يكون في عندي سي اكس بتمثل كاونتر فيها عدد مرات اللوبس الايتريشن اللي راح نعملهم كله موجود. بنشوف بأول instruction راح أشرحه على السريع لأني شرحته سابقا. أول instruction بخزن الرقم 5 في السي اكس اللي هو الكاونتر كم مرة بده يعمل لوب. ثاني instruction فيه إضافة جديدة علينا، طلعوا هون في كلمة offset. قبل هاي الأوفست وين موجودة؟ قبل هذا الليبل. أنا عندي هون data in، هذا نفس هذا الليبل data in. قبل الداتا ان بهذا الانستركشن انا ضايف معلومه كاتب كلمه اوفست. لاحظوا هذا نفسه هذا. انا عندي هون مور ذان 1 بايت، انا عندي هون اكثر من بايت. هلا بالاول لما كان num1 ديفاين بايت وعرفت بايت num1 استخدمتها as it is بدون كلمه اوفست، كان بكفيني ان استخدمها هي فقط. لكن الان أنا عندي أكثر من بايت عرفته جوا هذا الفاريبل باستخدام دايركتيف ديفاين بايت. معناته علشان أخزن الأوفست الخاص بهذا الفاريبل جوا الميموري عشان أخزنه بريجستر اسمه بي اكس بدي أستخدم أوفست. إيش معنى هذا الانستركشن؟ روح لي على الميموري على الداتا إن أري إن صح التعبير، إذا قدرت إني أحكي عنها إنها أري مثلا مجموعة من القيم مخزنة بفاريبل واحد تشبه الأري. روح لي على الاندكس لأول وحدة، خذ لي الادرس إلها offset of data n، معناته خذ لي الادرس لأول element وخزنه في البي اكس. إذا البي اكس الآن أصبح بمثل بوينتر. تخيل إنه عندي data n، نتخيل مع بعض إنه في الميموري في مكان سميته data n، هذا المكان مخزن فيه 5 bytes خمس أرقام 25 هكسا 12 هكسا 15 هكسا 1F hexadecimal and 2B hexadecimal. ايش الفكره من الانستركشن موف بي اكس كوما اوفست داتا ان؟ معناها خلي هذا الريجستر يخزن الادرس اللي بيمثل اول بايت، ولنفرض جدلا انه 200 فهو البي اكس الان بيكون مخزن فيها 200 فرضا. هاي يعني هاي افتراض وليست يعني موجوده، هاي الدوس بيحددها مش احنا، حسب وين حجز الداتا سيجمنت وحسب وين حجز الاوفست لهذا الفاريبل داتا ان عنه بيعطيني هاي الفاريبل. فمثلا ال 200 هي الاوفست بتمثل داتا ان، يعني هي بتمثل الادرس لاول بايت في الداتا ان اري.
بعد هيك ايش عندنا؟ عندنا موف على الاي ال 0 كلير لاي ال او انيشيلايز، بدي اتاكد انها اي ال حاليا فيها 0. بعدين مجموعه اللاينز البلوك اللوب اللي بتعمل اديشن، بتضل تضيف القيم على اي ال، وهي اخذناها سابقا. اول مره بيروح على المكان 200 بلاقي فيه الرقم 25 بيجمعه على اي ال، بعدين بيزيد البي اكس 1 بتصير 201، بعدين بنقص من السي اكس 1 بتصير 4، بعدين جم اف نوت 0 تو اجين السي اكس مش 0 4 راح يروح على اجين ويجمع الرقم اللي بعده ويجمع الرقم اللي بعده ويجمع الرقم اللي بعده، باخر مره السي اكس راح تصير 0. جمب اف نوت 0 تو اجين، لا هي 0 ما راح يعمل جمب لاجين، راح يكمل وينتقل على هذا اللاين. هذا اللاين ايش بيعمل؟ المجموع اللي الان موجود في الاي ال ريجستر بخزنه في الصم فاريبل، بيجي على الصم على المكان اللي احنا كنا حاجزينه، المكان اللي كنا حاجزينه لصم، وبيخزن فيه الجواب اللي هو مجموع القيم هاي كامله، بعدين بيطلع من الكود وبيكمل. ممكن نعمل run لهذا الكود عن طريق tool اسمها debug. لو استخدمنا debug tool عشان نعمل run، طبعا بدنا نعمل تازم وtealing، نتأكد ان الكود شغال صح، بعدين نعمل run. راح نعمل run باستخدام debug tool عن طريق هذا الانستركشن. بعدين في عندي جوا مجموعة من الكوماندز اللي بقدر استخدمهم، راح اشرحهم ان شاء الله. طبعا في فيديو رفعته انا على جروب الفيسبوك بيشرح الاشياء اللي بحكي فيها الان، بشرحها بالتفصيل، حتى كيف تنزل الديبج، كيف تنزل التازم، كيف تستخدمهم. فمثلا بدناش ننسى انه في عندي اول شيء edit، اول step كتبت الكود جهزته، بعدين بدي استخدم تازم عشان احوله الى obj، هون ايش كان asm حولته ل obj، بعدين بدي استخدم t link عشان يحوله الى exe، بعدين الان بقدر اكتب debug اسم البرنامج اللي عندي dot exe. بعد ما عملت هيك بكون بعمل له run عن طريق debug tool. جوا debug tool انا مش عارف مثلا شو الكوماندز الموجوده، بضغط question mark وانتر، راح يعطيني كل الكوماندز اللي انا بقدر استخدمهم مع ديبج تول. من ضمن هاي الكوماندز حرف اليو، حرف اليو اختصارا ل ان اسمبل. هلا اسمبل بيحول اسمبلي كود لماشين كود، ان اسمبل عكسها بيحول الماشين كود بيرجعه لايش؟ لأسمبلي كود. فلاحظوا ان اسمبل وحكيت له اي جزء اللي بدك تعمل له ان اسمبلينج، تحوله من ماشين كود ل لاسمبلي كود، روح لي على الكود سيجمنت واختار الاوفست 0 الى الاوفست 19، اعطيني اول مجموعه بايتس، هذول البايتس طبعا 19 ان تيرمز اوف هيكساديسيمال، يعني هي اكثر من هيك بكثير بتكون، هاي المساحه من الميموري اللي مخزن فيها هذا الحكي، هذا الماشين كود، هذا الماشين كود اللي مخزن فيها هذا الماشين كود، رجع لي اياها من ماشين كود الى اسمبلي، راح يرجع لك اياهم بهذا الشكل. وهي نفس الاوامر اللي كانت معنا، باستثناء ان هون احنا بهذا المكان ايش كنا كاتبين اذا بتذكروا؟ كنا كاتبين at data، هو لحاله ترجمها وين الداتا سيجمنت حجزه في الرام، حجزه بالادرس 1066، فتلقائيا كتبها دايركتلي هون، بعدين خزناها في الدي اس، بعدين
خزننا في السي اكس 5 خزننا الاوفست لاول بايت في البي اكس كان 0000 الاوفست، بعدين صرنا ناخذ القيم من البي اكس ونجمعها على الاي ال وانكريمنت وديكريمنت اند وات ايفر. لما خلصنا كل شيء بالنهايه الجواب النهائي خزناه بالاوفست 0005 اللي هي الاوفست الخاصه بصم وطلعنا من الكود. هذا البرنامج نفسه اللي عندنا، هاي نفس الانستراكشنز، بس طلعوا ايش اللي نوجد؟ الانستراكشنز، الداتا سيجمنت، الستاك سيجمنت، دوت موديل، وات ايفر، مش موجود منهم شيء هون بالكود. الماشين كود الشيء اللي بيتحول الى ماشين كود هو الكود نفسه فقط، الانستراكشنز. لما عملنا ان اسمبل رجع لي الكود، هذا الجزء من الكود. وطبعا محل الليبلز، محل الليبلز اضاف ارقام اللي هي بتمثل الادريسز او بتمثل لوكيشنز معين، اوفست معين. طيب في عندي هون انذر كوماند جوا الديباج، هو دي ممكن تعتبرها اختصار الى ديسبلاي او دمب، والمقصود اعرض لي ايش عندك محتويات في الميموري في المكان المعين. وهون احنا وجدنا انه الداتا سيجمنت انحجز بهذا المكان، اول موقع له انحجز بهذا المكان. بروح بحكي لدي روح لي على هذا المكان، شوف لي من اول بايت انحجز لعند بايت رقم 15 اعرض لي اياهم. تتذكروا قبل شوي لما حجزنا الارقام خزناها في الاري، اول بايت اوفست 0 اول بايت في الداتا سيجمنت، وتبين لنا انه الداتا سيجمنت 1066 اول بايت كان مخزن فيه 25، وثاني رقم خزناه 12 و15 و1F و2B. هيو بيروح لي على الميموري على الرام بيحكي لي هاي الداتا هي الموجوده الان في الميموري. في عندي another command في الديباج اسمه جي. هذا الكوماند جي اختصارا لايش؟ لجو. جو يعني اكسكيوت، يعني زي كانه بيحكي نفذ البرنامج. طلع هو نفذ البرنامج وطبع لي بالنهايه Program terminated normally، خلص تنفيذ البرنامج. طيب احنا قبل شوي لاحظوا احنا بالكود نفسه حجزنا مكان لصم بس ما اعطيناه قيمه وكان بالضبط ورا الاري. هذا المكان كان محجوز لمين؟ للفاريبل صم. طيب الان عملنا run، لما عملنا run عمل السميشن حسب مجموع الارقام هاي كامله، جمعهم مع بعض وخزنهم في الفاريبل صم. معناها الان الفاريبل صم اللي موجود مكانه هون بعد الاري مباشره، لو رجعت عرفت المحتويات الموجوده في الميموري، رجعت حكيت له ارجع عرض لي الميموري ايش فيها، اطلع هذول اللي اصلا موجودين اعطاني اياهم. برافو عليك يا محمد. اللي كانوا اصلا موجودين قال لي هاي هم في مكانهم موجودين، وخزن مجموع هاي الارقام اللي هو 96 وراهم بالضبط بالمكان المحجوز لصم. بالمكان المحجوز لصم خزن فيه المجموع. بعد هيك استخدمت كوماند كيو. كوماند كيو في الديبج اختصارا لكويت، يعني خروج، انهاء. انهاء لايش؟ للديبج. بيطلع من الديبج وبرجع وين؟ على التازم. بعيد وبكرر، انا بدخل من تازم على الديبج، لما بختار كويت جوا ديباج برجعني اعتازم على الليفل اللي اعلى منه. طيب برنامج ثاني، هذا برنامج ثاني بس في اختلاف ما بين هذا البرنامج، اختلاف بسيط والبرنامج اللي كنا فيه قبل قليل. هذا البرنامج معرف هذا الفاريبل as what define word، وعرفنا فيه as array مجموعة من النمبرز بالضبط وورد، شكرا لك، مجموعة من القيم، بس كل قيمة كل رقم هو 2 بايتس، كل رقم هو وورد، كل رقم بيمثل وورد كامل. المطلوب اني اعمل جمع لهاي القيم كاملة واخزنها في صم. بس هون كمان في عندي نيو انستراكشن،
ORG10H. ORG اختصارا ل origin. origin يعني كأني بحكي عن الفاريبل اللي بدي اعرفه هون، خليه يبدا من الاوفست 10 اللي هي 16. طبعا 10 هيكسا ديسما يعني 16 ديسما. طلعوا. طيب خلينا نفهم شغله، هاي 2 بايتس وهاي 2 صاروا 4 صاروا 6 صاروا 8. اذا هذول غالبا راح ينحجزوا من وين؟ من الاوفست 000 الى الاوفست 8. بعدين راح يظل فاضي من 9 الى اف. بعدين بالمكان الاوفست هذا حكيت له احجز لي صم. هذا معنى هاي الخطوه. لما استخدمنا او ار جي 10 معناها مش بالضبط بعد ما خلصت الاري هاي بالضبط احجز لي المكان اللي الان موجود بعدها مباشره لصم، لا روح لي على الاوفست 10 بالضبط واحجزها لصم. هذا اختلاف. وفي اختلاف ثاني ايضا، لو يجينا هون طبعا هذا الكود بيشبه الكود اللي قبل شوي شفناه تقريبا مطابق له، مع اختلافين، مع اختلافين خلينا نشوف. أول اختلاف بنشوفه أول شيء هون استخدم DI عشان تأشر لي على أول ميموري لوكيشن للميموري. وفي نقطة مهمة جدا هون، الديتا هاي كيف بتكون موجودة في الميموري؟ الديتا هاي كيف بتكون مخزنة في الميموري؟ خلينا نشوف كيف بتكون مخزنة في الميموري. لاحظوا سمينا هذا الفاريبل data in. أول بايت إيش بيكون موجود فيه؟ وما ننسى little Indian convention. لاحظوا أول word هي 23 4D. طب مين اللور ومين الهاير؟ اللور بايت هي اللي راح تروح على اللوست ادرس، على اول ادرس بهاي الاري، هي فعليا 4D. اذا راح يكون عندي 4D اول بايت، اللي بعده 2 3، اللي بعده E 6، واللي بعده 1D، واللي بعده C 7، وبعدها 3B، وبعدها 6A، وبعدها 56. إذا هاي القيم بهذا الترتيب راح تكون موجودة في الميموري. إذا هون لما احنا مررنا أول الأوفست الخاص بأول بايت هو راح يكون بيأشر على الفور دي بالضبط. هون مبدئيا خزننا في البي اكس 0 والمجموع بدنا نخليه في البي اكس، احنا قاعدين بنعمل الجمع على البي اكس. اطلعوا هذا الانستركشن ايش معناه؟ بدي الميموري ادرس هذا اجيب منه داتا واجمعها على مين؟ على بي اكس. بما انه هذا الاوبراند 16 بت معناها هو راح ياخذ 2 بايتس مع بعض دفعه واحده ويجمعهم على البي اكس. لاحظوا بهاي الحاله الـ DI كانت بتأشر على 4D. الرقم اللي بعده اطلعوا وينه؟ مش بعده مباشرة، هو من هون بيبدأ الرقم اللي بعده. معناته لازم أعمل increment مرتين للـ DI عشان أوصل هاي المنطقة. عشان هيك بنشوف إنه increment DI مكررة مرتين، واللي طبعا نقدر نكتب مكانها instruction واحد إيش هو؟ add على DI 2. هاي بقدر اكتبها بدلا من increment di increment di. ليش زدنا على الدي اي 2؟ لانه لو جدلا هذا الميموري لوكيشن اول واحد كان 200،
لاحظوا ال 201 مخزن فيه 23 وال 202 هي اللي مخزن فيها اي 6. انا بدي انتقل على اي 6 لانه انا باول دفعه هون اد بي اكس دي اي اخذت 4 دي واخذت 23، بعدين راح ارجع اخذ هذول مع بعض دفعه واحده. فبكل مره الاوفست البوينتر اللي بيأشر على المواقع هاي بكل مره لازم يزيد 2 لان باخذهم 2 2. بكل مره بدي اعمل ديكريمنت للسي اكس مع كل لوب. السي اكس انا عندي كم رقم؟ اربع ارقام. السي اكس انيشيال اعطيتها نمبر 4، بكل مره بنقص منها وبعمل جمب اف نوت زيرو على اللوب. خلصهم. الان بحكي اعطيني الاوفست تبع الصم وخزنه في الاس اي، يعني حدد لي المكان اللي بدي اخزن فيه. ليش طبعا عملنا هاي الخطوه؟ لانه البي اكس 2 بايتس. ما بقدر احكي بهاي الحاله موف صم بي اكس، او صراحه مش متاكد، راح اجربها. مش متاكد اذا بصير او لا، بس غالبا ما بصير. غالبا لازم احفظ الادرس في اندكس ريجستر واخزن عن طريق البي اكس، يعني عن طريق التو انستركشنز الموجودين عندي هون. وبهيك بكون انتهى هذا البرنامج. ممكن نستخدم الديبج عشان نعمل رن بهذا الشكل. طبعا اول شيء بدنا نعمل اسمبل تازم وبعدين تي لينك، بعدين نعمل رن باستخدام الديبج. وهون مثلا نعمل دمب او ديسبلاي، هون نعمل جو، نعمل ديسبلاي اجين للكونتنت. بدنا ننتبه لعده امور هون. طلعوا مثلا ترتيب الداتا اللي تخزنت، بلش زي ما حكينا في ال 4 دي، بعدين 23، اي 6، بعدين 1 دي. هاي قبل شوي حكيناها. هاي حجز كم بايت؟ 8 بايت. الاوفست 0 1 2 3 4 5 6 7. هذا الاوفست بيمثل اوفست نمبر 7. طبعا هم لغايه 15 فعليا. 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 يعني اف. 15 ديسيمال، يعني هذا الاوفست بيمثل اف بالهكساديسيمال الاوفست. انا حكيت له تحرك لعند 10 واحجز لي اياه لصم. روح لي عند 10 واحجزه لصم. وين الاوفست 10؟ هيو هذا الادرس حاجزه لصم. طب انا جمعت هاي الارقام والناتج بدي اخزنه في صم، هياتهم يحتاج الى 2 بايتس، فهو راح يبدا من عند الاوفست 10 ويخزن المجموع. طلعوا ما حط هون، هيضلوا زي ما هم زيروز، لانه صم انا كنت حاجز له مكان عن طريق الاوريجن انستراكشن في مكان محدد انا بدي اياه. هيك بتكون محاضرتنا اليوم انتهت. اذا في اي سؤال او استفسار انا جاهز لاستماع والاجابه عليه ان شاء الله. اذا ما في نتوقف عند هاي. الكويز راح يكون بشابتر 1 ان شاء الله. الله يعافيكم جميعا، يعطيكم العافيه، نلتقي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.